أكد جهاز الخدمة المدنية أنه سعيا لتحقيق فلسفة جهاز الخدمة المدنية التي تتمثل في تمكين الموظفين والارتقاء بهم وتطوير قدراتهم، ولتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، حرص الجهاز على دعم وتفعيل دور المرأة الريادي، بحيث بلغ عدد العاملات في المناصب القيادية 29% من مجموع العاملين بالمناصب القيادية، و 38% من العاملات في المناصب الإشرافية من مجموع العاملين في المناصب الإشرافية، كما بلغ عدد العاملات في المهن التخصصية 30% من مجموع العاملات في المهن التخصصية، الأمر الذي يعكس إيمان جهاز الخدمة المدنية بقدرات المرأة القيادية وكفاءتها. ولفت الجهاز في بيان له أنه من سياسات التوجه الحكومي إعداد صف ثاني من القيادات الشابة، الأمر الذي يسهم في ضمان تأهيل أكبر عدد من الكوادر الوطنية لتولي مهام التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. ويعد جهاز الخدمة المدنية شريكا أساسيا للمجلس الأعلى للمرأة، بحيث يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص.